هاتف الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس ومجلس إدارة نادي الهلال، مبروك البطولة السابعة سمو الأمير في سجل إدارتك. الله يبارك فيك أبو بدر، وتحياتي الحبيب الغالي أبو علي والحبيب الغالي أبو أيدان. أبو فيصل، أبو فيصل، كان المباراة البطولة أمامك خيارين، إما الفوز أو الخسارة. بالتأكيد كانت الخسارة ستثير الكثير من الجدل وزيادة الضغط اللي كان على مجلس إدارتك، كيف شفت الفوز؟ والله الحمد لله رب العالمين، بس أصدقك القول أبو بدر كنت متفائل جدا بالفوز من قبل المباراة. ليش؟ ما أنا شايف تصريحك اللي كان عندنا قبل المباراة. لأنه والله شوف هذا الجو يعني طبعا في نهاية الأمر أنت يعني المباراة بالتأكيد صعبة، أنت تلعب قدام فريق كبير ومنافس ومنافس تاريخي وديربي ونادي له تاريخ عريق ويقدم مستويات متطورة يعني مؤخرا بشكل لافت، مدرب جيد ولاعبين جيدين، فبالتالي هي مباراة يعني كبيرة بكل المقاييس، يعني مباراة حتى جماهيريا صعبة يعني يعني وقع الواحد يعني الواحد لا يسمي الأمور بغير مسمياتها. أساسا فوز الهلال على النصر أو فوز النصر على الهلال يعني يحمل الجماهير الطرفين شيء يعني أكبر من أي مباريات أخرى كل هذه الأمور. ولكن إحنا كنا قبل المباراة، بعد مباراة الشباب تحديدا، وقفة أعضاء الشرف، الجهد اللي عملوه الإداريين فهد الفرج هشام الحيدان، اللاعبين نفسهم الكبار في الفريق، جميع لاعبي الفريق، التركيز اللي كانوا فيه، ما انجروا المشاكل برا الملعب، كانوا مركزين فعلا. وأنا لفت انتباهي يعني أحد الأصدقاء وأحد أفراد العائلة قال لي أنه شاف يعني صور آخر تمرين قبل النهائي، يقول حسيت انكم داخلين مباراة ودية. وفعلا يوم يعني انا ما كنت منتبه للملحوظة، لما شفت الصور في التغطية حقت شبكة الزعيم وجدت ان احنا كلنا نضحك ومبتسمين ويعني كأنه فعلا كان لا لعيبة ولا ادارة ولا اخي الاكبر اللي اشكره على الكلام اللي قاله سمو الامير بندر محمد، فعلا كنا كلنا في حالة ثقة بالفوز وتفاؤل وتركيز كبير. فكل هذه المعطيات خلتني احس انه يعني اشعر بتفاؤل كبير. طبعا ما في شك انه احداث المباراه الدراماتيكيه اللي هي الجول في اخر دقيقتين الجولين اكيد كانت يعني مدعاه للتوتر، ولكن الحمد لله رب العالمين ربي اكرمنا بهالبطوله. مكسب الهلال الحقيقي سمو الامير غير الكاس امس، ايش في شيء كسبته امس؟ انه الحمد لله رب العالمين احنا نتكلم كاداره، لا يمر موسم دون ان نفرح جمهورنا ببطوله، وهذا كان امر مهم جدا بالنسبه لنا. ترى هذا شيء نادر الحدوث على مستوى العالم، ازعم انه كل سنه تسعد جمهورك ببطوله، هذا امر ما هو سهل الحدوث، الحمد لله رب العالمين. بالمناسبه هذه ابو بدر اسمح لي من خلال برنامجك المتابع المتميز اني انا اشكر اعضاء الشرف اخي الكبير الامير بندر بن محمد على وقفته ودعمه، اخي الامير خالد بن طلال، اخي الكبير الامير عبد الله بن مساعد على كل ما يقدمه للنادي، اخواني الكبار طبعا الامير فيصل بن سلطان الله يحفظه، اشكر الامير عبد العزيز بن تركي بن سلطان، ولا ننسى فضل المرحوم الامير تركي بن سلطان على النادي والخير الكثير اللي كان له يعني والتبرعات اللي كان لها اكبر اثر في انه الهلال يحقق انجازات على مدى الادارات ولا على مدى الاداره هذه فقط. اخواني ايضا الامير فهد بن محمد، الامير سعود بن سلطان بن عبد العزيز، واحمد بن سلطان بن عبد العزيز، والاخ الامير محمد بن خالد، وكثير من اعضاء الشرف. في بعض اعضاء الشرف للاسف ما يعني يعني ما اقدر اذكر اساميهم، ولكن هم اكثر من ذلك بكثير. الحقيقه كل هؤلاء الرجال كان لهم دور كبير كثير من الانجازات، وقفوا مع الاداره الحاليه وقفه كبيره للامانه. طيب ابو فيصل، انا يعني يمكن ما بقى كثير وقت عندي، لكن في عندي عده اسئله سريعه. الامير عبد الله مساعد وينه؟ مش موجود. الامير عبد الله مساعد دائما موجود، يعني البارح رجعت من الملعب كان مستنيني في البيت، يعني ما الامير عبد الله دائما موجود، دائما وابدا موجود. طيب ويسلي لوبيز اشتكى عليكم في الفيفا، هذا كلام منتشر ابغى تعليق من الرئيس. ويسلي اشتكى في الفيفا وزي مقدم علينا قضيه في مجلس الامن، وغوستافو يقول بكره رايح الاماره مع صك علينا اعساق، وش اسمه من بعد اللاعب الرابع يوب يونغ اليوم يعني قال ترى اذا ما سددت حقوقي بستناكم في الطلعه برا عند اي اضراب يا ابو فيصل اضراب. هذا يعني هذا شو اسمه المجمل يعني. وباقي اللعيبه السعوديين يعني بعضهم قدم اليوم يعني طلب انه يهاجر الكندي. اجل ثامر الجاسر عنده شغل كثير. اي احنا الحين قاعدين نشتغل على ان احنا نحل القضايا الهائله هذه امامنا في الحقوق. ألف مبروك سمو الأمير، ألف مبروك الفوز، تستاهلون، شكرا لك.